الملابس النسائية كبير ومتنوع، فلكل تصميم شكل معين سواء كان فستاناً أو عباءة أو حتى بنطال، ويمكن تصميم هذه الأنواع من خلال أنواع مختلفة من الأقمشة. إذا كنت من النساء اللواتي يجدن حيرة في التعامل مع الأقمشة ولا يعرفن كيفية التفريق بين أنواع الأقمشة واستخداماتها وأيها أصلح للتفصيل أو التصميم الذي تريدينه، ننصحك في البداية بالتعرف على الفرق بين أنواع الأقمشة النسائية وأسمائها واستخداماتها كذلك، فهذا الأمر سيسهل كثيراً عملية اختيار القماش الأنسب للتصميم المراد تنفيذه. تتنوع الأقمشة النسائية، فمنها القماش السادة تماماً والذي يتميز بتعدد ألوانه، ومنها القماش المشجر بأشكال مختلفة سواء بأشكال الورود المختلفة أو غيرها من الأشكال. ومن أهم أنواع الأقمشة الحرير، القطن، الكتان، الصوف وغيرهم. بين الكم الهائل للأقمشة والمنسوجات في المحال التجارية، قد تشعرين في بعض الأحيان بصعوبة الاختيار، لذلك يمكنك الاستعانة وطلب المساعدة من البائعين.